وأقباط دايما عمرنا ما اختلفنا في حاجة، وكلنا ايد واحدة طول عمرنا من قديم الأزل. فلما بيحصل حاجة استثنائية فهي حاجة استثنائية، وهي حاجة قبيحة زي ما برضو سيادة الرئيس قال بكلمته، واحنا بنبص دايما للجمال في بلدنا، فده الطبيعي يعني ان احنا نيجي. اخيرا مش مهندس، يعني عن زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأقباط، يعني ابتدوا ينتظروا هذه الزيارة، ولأول مرة قداسة البابا البطريرك البابا طادروس يصطحب سيادة الرئيس في الدخول، كيف رأيت هذه الزيارة؟ بالتأكيد كنت متواجد داخل الكاتدرائية في هذا الوقت. هي مش هقول زيارة استثنائية لأن هي قررت في السنتين اللي فاتوا، ولكن البروتوكول اتغير وسيادة الرئيس جه وقداسة البابا استقبله، يعني حاجة جميلة ومنظر جميل، ووحدة الوطنية هي اللي احنا عايشين عليها طول عمرنا. وطبعا اللفتة الطيبة من سيادة الرئيس ان هو قال اكبر مسجد واكبر كنيسة في العاصمة الادارية الجديدة، ده طبعا حاجة جميلة، واتمنى ان كل الناس تساهم فيها، مسلمين واقباط، يحطوا فلوس واحدة مش للكنيسة او للجامعة، للاتنين، وده يبقى أكبر دليل للعالم إن احنا فعلا إيد واحدة، وده الحقيقة بتاعت شعبنا يعني.